إيه أتوقع إنه خلاص يعني الحين أسبوع كامل استخدام الآيفون إس إي أقدر أقول رأيي الحين بكل صراحة، والله رأيي ما برأي واحد من الشباب، أوكي رأيي مطبل ما مطبل تبي رأيي هذا موجود، مطبل أنا أنت ليش ضيفني؟ والله ترى يضحكون التعليقات، بس ما عليه كمل كمله، أنت اكتب مطبل وكل شيء وأنا حط لك ذي درامز وكذا، أوكي؟ فخلونا نبدأ. أعطيك كلمة صراحة كبداية، بدون الكيس ما أقدر استخدامي، لأنه أنا نقلت عليه واستخدامي كامل جاي من الآيفون 11 برو ماكس، وبرضو حط عليه باتري كيس، قصدي جاي الحق جهاز بدون باتري كيس وبهالحجم، عادي الشاشة عندي لكن بطارية صغيرة لو مقارنته بالآيفون، أنا مقارنك بالأندرويد يعني 1821 ملي أم بطارية، هنا قرب 3000، ففرق كبير يعني هنا ب 3000 نقدر نقول 4000 وشوي في الأندرويد أو أكثر، يعني لو بقارنها بالأندرويد يعني هنا تقدر تقول 2000-2500 تقريبا 2600، فبطارية ما بعجبتني بدون، فإذا كان جهازك الأساسي وانت جاي من جهاز 6S وال7 وال8 ومستحمل بدون باتري كيس فحلو كذا، لكن اذا كنت الحركه ذي مسوي دروب جاي من جهاز ممتاز جاي له جهاز بطاريه سيئه اتمنى، وبرضه حتى انت جاي من 6S 7 اتمنى اذا انت عاجبك بطاريه الجهاز وتبي جهاز جديد ممتاز ومع بطاريه ممتازه برضه افضل من الموجود عندك ابل باتري كيس انصحك فيه مليون في المية انصحك فيه، لو تشتري هذا وتحطه مع هذا يكون عندك هذا كبطارية، نصيحتي جربه، يعني أنا ما غارن لك بالاستخدام الطبيعي والأشياء دي كم وصل عندك، لا أنا حطيت الكيس كذا أجلس الصباح وأستخدم الكيس وأستخدمه كثير، يعني عطاني تقريبا 7 ساعات تقريبا وخلصت بطارية الكيس وباقي بطارية الجهاز فيها 40%، فلو تستخدمه كذا بيعطيك بالراحة يومين إذا كان استخدامك طبيعي، لأن الجهاز هذا موجه حق تستخدم الأشخاص اللي عندهم 6, 6, 7, 8 فما كانوا بقوة على الجهاز، فالجهاز أوكي يبي الجهاز يستخدم شيء أو مش شيء أساسي في حياة الجهاز، فالجهاز جبار بطارية بس أبل كيس يكون عندك كذا أبل باتري كيس 1800 تقريبا ملي آم، فيعطيك مثلا دبل قيمة بطارية الجهاز واستخدم. كاميرا ممتازة ما أقول لك واو تصوير الليل ما فيها، عادي بالنسبة لي يعني رايح حق الاس اي شاري $400 هذا ب 1200 ب 1300 فخليها تولي بالتصوير الليلي، لأنه يعني لو بغارن السعر لا والله أخذ هذا ليش أخذه، كاميرا أمامية خليها ممتازة 7 ميجا بكسل في الاتش دي والله ممتازة يعني تصور لك كل شيء ممتاز، ففي أشياء خفيفة ما بعجبتني 3 دي تاتش مش موجود ما أدري ليش قبل ما حطتها يعني في سطح المكتب أو في النوتيفيكيشن الشعارات الموجودة عندك في سطح المكتب كذا أو قفل الشاشة مش موجودة 3 تاتش ما بعجبتني أبل ليش ما حطتها، لازم سوفتوير تشغلها يعني ليش ما في أي عذر، والله العظيم ما في أي عذر، التن آر ما في ال 3 تاتش وهذا الشيء موجود عنده فيه الخدمة يعني خلاص ليش موجود ليش شلتيها من هنا، لا لازم تنزل هذا. الصوت ممتاز الشاشة ممتازة جاي من ال 8 6S 7 ممتاز الشاشة، بطارية حس إنه بال 5 واط تعادل 18 واط هنا في الشحن السريع، يعني الجهاز يدعم الشحن السريع ممتاز فيه شحن سريع، اذا كان طبعا ما يجي في العلبة لازم تشتري خارجي لكن ما احتجته، يعني انا شحنه ب 5 واط انا تفاجأ وانا طالع فيه بطاريه بسرعه وصلت 80 بسرعه وصلت 90 هنا 18 واط ويبي لك زياده، فال 5 واط حلوه لحق 1800 شحنه بسرعه مع البتري كيس برضو ما تاخذ ساعتين يمكن وهي مشحونه فل، البتري كيس مع الجهاز هذا ممتاز، طبعا البتري كيس لحق الايفون 7 اللي حاطه انا ما في وايرلس تشارجنج ما شحن الا بالخيار، فيدعم الوايرلس تشارجنج اذا فصلت حطت الجهاز بس بالباتري ما يدعم ما تقدر تحطه، فتقريبا هذه كل ميزات حق الجهاز ممتاز ب $400 مع الـ A13 جهاز ب $400 يعطيك 4 سنوات قدام بالراحه دعم حق سوفتيرات، $400 فاز في الاداء على الجوالات اس 20 الترا في الاخراج، لو انك اداء الجهاز مثلا الاخراج 4K 60 فريم كل شيء موجود في اليوتيوب وحطيت لكم صوره في البوست انا 400 فاز على 1400 السعر اتكلم 400 1400، شفتوا كيف شلون شفتوا كيف 400 شو اللي سوى بين يجي لي جهاز شكله قديم جهاز بتوجه خلاص جهاز متوجه حق اشخاص هم يبون الشكل، فالحين ابل سكرت كل شيء ب $400 A13 ما بعجبك الشكل تبي المعالج قوي عندك الايفون 11 اوكي $700 لا تبي جهاز رخيص وشكل حلو بشكل ابل طبعا نقارنك بابل عندك الايفون 10R
يعني 500 600 تزيد 100 بس وتشوفه. لا تبي مواصفات اقوى عندك 11 برو ماكس، فكل اللاين موجود الحين. فهذا الفيديو كله عن انطباع الجهاز، جهاز ممتاز امدحه، واتمنى كل شخص يبي يخش حق ابل، منظومه ابل، يجرب هذا الجهاز. اي شخص عنده ايفون 11 10R 10S 10S ماكس 11 برو ماكس، كل اجهزه ابل الجديده بدون زر، ما انصح يشتري الجهاز هذا الا يبي مثلا باك اب احتياط، مثلا حاط له شريحه ثانيه فيه ومعلومات ثانيه كلها في داتا غير الجهاز الفعلي حقه يمشي بجهازين، انصح يشتري هذا الجهاز. فهذا الفيديو كله، فكتب كيفكم، كتبوا تحت التعليقات هل راح تشترون ايفون جديد الاس اي ولا لا. ففي نهايه الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناه ونشر المقطع ومن لايك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسون افضل دعاكم، وهذا حسابي في سناب شات، تشرف بطلباتكم، والسلام عليكم.